للتسهيلات ودولة محبة للفن، مملكة محبة للفن بشكل كبير جدا، المغرب الغالي. ويعني بنتمنى ان كل الدول العربية تبقى دول محبة للفن بهذا الشكل، وبتسهل وبتستقبل الفنانين من جميع انحاء العالم مش من الميدل ايست بس، وبيسهل لهم وبيخلوهم يحبوا انهم يشتغلوا في المغرب. بقول لهم طبعا اخواتنا وحبايبنا وربنا يديم المحبة، ويا رب يا رب العلاقة بيننا ما يبقاش فيها انساي خالص، يعني نبقى فاكرين بعض على طول. سعد اخويا وحبيبي ورفيق الرحلة، وبتمنى له كل النجاح والتوفيق، وسعيد بالديو جدا، وسعيد بالنجاح اللي يليق بشعوبنا الكبار وبجمهورنا الكبير، ودايما ان شاء الله في نجاح وتقدم يا رب. الجديد باذن الله فيه طبعا بنصور هنا في مراكش كليب السلطان، هتشوفوه في القريب العاجل، وفي مسلسل اسمه البرنس في رمضان القادم، وبنحضر فيلم مو ان شاء الله، فيلم ما بين مصر وموسكو ونيويورك ان شاء الله.